مرحبا، أهلا وسهلا فيكم. اليوم نهار الخميس 25 نيسان أبريل. شو الأخبار الجديدة للأبراج مع رولا؟ أكيد القمر بعده ببرج العقرب. خلينا نشوف الأحداث اللي بدها تصير اليوم، وأكيد الشمس بعدها مستمرة ببرج الثور. الحمل اليوم الحمد لله نهارك بيكون حلو، في اهتمام من كل اللي حواليك، وحنيتك ومحبتك طاغية لأنك مرتاح. ومن ناحية تانية في إعجاب من المقربين، في أمور تتعلق باستئجار بيت أو شراء بيت، عم تسمع كلام تقدير، والأموال عم بتطالك بالخير ورح يكون عندك مكاسب مالية. من ناحية تانية في سفر للبعض، تجهيزات، واليوم خالي من التعقيدات والقرارات كلها عم بتكون صائبة. أما مواليد برج الثور، اليوم عليك تكون أكثر هدوء وتروي، يعني عليك تتماشى مع الظروف وتروق يا عزيزي من بعض الاختلاف بالآراء وبعض النزاعات قد تحدث. يعني يوم متعب، بس منقول لازم تبتعد عن المشاحنات مثل ما ذكرت، تشعر ببعض التوتر والقلق، بعد قدر ما فيك عن الاستفزازات والمواجهات بكون أفضل لك. ولكن توقع مناسبة سعيدة بدك تندع عليها، يمكن زواج، يمكن خطوبة، يمكن تسمع بخبر حلو. أما مواليد برج الجوزاء، عفوا، اليوم الجوزائية انتو مشغولين بعدة قصص، خاصة الأمور الصحية. يوم بتحسه طويل ما بيخلص، في اهتمامات بالعمل، اهتمامات ببعض الأشخاص المقربين منكم بأمور تتعلق بالصحة. في سفر للبعض، مقابلات، معاملات بدك تنجزها، يوم في تعب ومجهود ورح تتعرض لبعض الإرهاق. رتب مواعيدك وأعمالك بطريقة منظمة وابتعد قد ما فيك عن المشكلة، وخاصة مع المسؤولين بعملك، وفي هيك روتين عم تتعب منه، يعني هالكم يوم شوي متعبين عليك. برج السرطان اليوم نهار إيجابي بامتياز مع وجود القمر ببرج العقرب، يعني عم بيدعمك والشمس عم تدعمك وأنا عم بدعمك. تحاكي حبيب القلب، انت من الابراج المحظوظة والامورك مسهلة، في سفر، اوراق يمكن تسمع فيها بالخير، جنسيات، اقامات، عم بتعبر عن ذاتك بطريقة لبقة، الامور العاطفية رائعة، ثقة نفس كتير كبيرة، حوارات، لقاءات، كل الامور المهنية، العملية، الاجتماعية، العاطفية رائعة، منك هين اليوم يا سلطان. أما مواليد برج الأسد، أنت من الأبراج يعني في أمور تتعلق بقلب البيت، عم تهتم بأحد من عائلتك، أنت عم تهتم فيه، عم تاخده، عم بتجيبه، عم بتسهل له أموره، عم تهتم كأنه حدا جاي لعندكم من برا، يعني نقاشات مع الشريك، ترتيب للأوضاع بقلب البيت، في سفر للبعض منكم، تغيير بالسكن، ولكن اليوم خليك بعيد عن المشكل لأنه القمر بخليك شوي مستاء من بعض الأمور والحوارات اللي ما تكون على ذوقك، ويمكن في عندك حدا جاي من الخارج بدك تستقبله ببيتك. برج العذراء نهارك كتير حلو، رح تتسارع الأحداث، يعني بكيفك هالقمر، وأنت اليوم متمكن بالتواصل مع الجميع والقدرة على التعبير حتى بالكتابة، حتى يلي هن فنانين، اللي هن موهوبين، عندك القدرة على التعبير بسلاسة، ما في شيء بيصعب عليك. هيك اليوم غمستك غير شكل، ضحكتك غير شكل، بتقدر تحصل على اللي بدك اياه بالدراسات، بالمعاملات، بالتنقلات، بالسفر، يعني مدعومين والمصالحات بتطلق، وحتى اليوم الامور العاطفيه مريحه. اما مواليد برج الميزان، نهار حلو، في تقدم، في نجاح، الحظ عندك، في مبادرات حلوه، خطبه مهمه بحياتك العمليه، لقاء مهم بالعمل، معجوق بكثير مصاريف او قضايا، ولكن الامور الماليه كثير عم تصب، بدنا نروق شوي. هلا البعض يمكن عم بيصرف أموال لهدية، في هدية بدك تقدمها أو أنت تتلقى هدية، وتوقع أمور تتعلق بالعمل
وكمان في تحضير للسفر. أما مواليد برج العقرب اليوم ما حدا قدك، شعبيتك بالعليلة، كل المعاكسات عم بتكون إلى زوال، حظوظك كبيرة، عندك تقارب، عندك تعارف على أصدقاء جديد، مصالحة مع أحد المقربين، مع العائلة، القمر ببيتك امبارح اكتمل، ما حدا قدك، ثقتك بنفسك كبيرة، أجواء حلوة بانتظارك رح تريحك، يعني كل المصاعب والمشاكل والعيون اللي كانت متسلطة عليك ارتحنا منها. جاذبية، تألق، قدرة فائقة على التواصل مع الجميع من الكبير للصغير، قادر توصل فكرتك بطريقة رائعة، كتير اليوم ذكي، الانسجام والتفاهم هو عنوانك يا مولود برج العقرب، كلكم محظوظين على كافة الأصعدة. أما مواليد برج القوس، يعني بعدك يا حبيب القلب شوي تعبان، في بعض الأمور يلي ملبكتك، تعب، ضيقة، ذكريات من الماضي بتراودك، بتخليك حزين، محبط، بدك تطول بالك لأنه معقول تعرض للاستفزاز، وإنت ما عندك الطاقة اليوم، في خمول، الأفضل تبتعد قد ما فيك عن الأشخاص المستفزة والقيل والقال، يعني ما تفش خلقك بحدا، خليك أفضل هيك بعيد عن الأضواء، وبكرة بتستقبل القمر وبريحك أكيد. برج الجدي نهار اجتماعي بامتياز، القمر بيعطيك الطاقة القوية واندفاع من كمان من الشمس اللي عم بتسهل لك أمورك العاطفية والعملية، قادر اليوم تحط النقاط على الحروف بكلامك وسرعة بديهتك، أفكارك مبهرة، يوم داعم مريح، تواصلك مع الجميع بجن المساعدة ودعم من قبل أفريقيا، وفي دعم من الأصدقاء، ويمكن عندك مناسبة بدك تدعي عليها، طالع اليوم رايحين. برج الدلو اليوم عليك تكون أكثر انتباه لأنه القمر بموقع متعب عليك، الأضواء كلها مسلطة عليك، في خربطات، عدم رضا، خيبة أمل ببعض الأمور بالعمل، ببعض الأمور المالية، يمكن تسمع خبر غير مريح، نفسيتك تعبانة، في تقفقه، في سوء تفاهم، يعني بدنا نطول بال لمولود برج الدلو لأنه القمر شوي عم بيزعجك ببعض المطاري، حتى ببيتك يمكن تسمع خبر ما يكون مريح، يعني الأمور ما هالقد مرتاح فيها الدلو، منطول بالنا وبكرة أكيد أفضل. الحوت اليوم حافل بالمفاجآت والصخب، واليوم ابتسامتك عريضة، الكواكب داعمة، خاصة القمر ببرج التاسع بالبيت التاسع بيعطيك القوة والعزيمة والإصرار للوصول لأهدافك، أبواب رح تفتح كانت مسكرة، رح بتنال يعني رح بتنال حب الجميع، واليوم بيستغل هذا النهار بإيجابياته، أنت اليوم مبتكر، خلاق، بتعطيك بأي شأن، ورح يتضوى على أعمالك وكلامك المعسول والمقنع، في تخليص لبعض الأوراق والسفر وأوراق قضائية، وفي فرحة حلوة بتخص يمكن موافقة على وظيفة، على جنسية، على هجرة، يعني هول الأمور كلها بتعلق، كلها بدها تكون مريحة، وحتى أمورك العاطفية ممتازة، وهيك بنكون نهينا الأبراج لهيدا النهار، ودايما برجك مع رولا أحلى أكيد. شوفكن على خير، باي.